كأس مصر علشان نستعرض مع حضراتكم الأرقام. أكيد النادي الأهلي ليه التفوق الكبير، ليه الأفضلية في مواجهات الكأس بين الأهلي والزمالك، لكن نتمناها إن شاء الله بكرة تكون ليلة حمراء. نتمنى اللعيبة تكون في كامل تركيزها، مستر كولر يكون موفق في التشكيل اللي هيحطه في بداية المباراة، في تغييراته إن شاء الله اللي هيقدر يستخدمها، وجميع أو أي سيناريو هو حطه للقاء بكرة. نشوف مع بعض مواجهات الأهلي والزمالك. الفريقين لعبوا مع بعض في كأس مصر 33 مباراة، فاز الأهلي 16 وتعادل في 6 مباريات وخسر 11 مباراة، له 58 هدف وعليه 48 هدف. الزمالك فاز على الأهلي في 11 مباراة في 33 لقاء، تعادل 6 وخسارة 16 مباراة، له 48 وعليه 58. طب نشوف مواجهات الأهلي والزمالك في كل البطولات. لعبوا أمام بعض 233 لقاء، فاز الأهلي في 102 وتعادل في 78 مباراة، خسر 53 مباراة، له 353 هدف وعليه 243 هدف. الزمالك فاز في 53 لقاء، تعادل في 78، خسر 102 لقاء، له 243 هدف وعليه 353 هدف. هي دي مباريات الأهلي والزمالك، ولكن في كل البطولات. نروح نشوف مع بعض ونستعرض مع بعض مواجهات أو مشوار الأهلي في كأس مصر اللي ابتدى في دور ال 32. الأهلي أمام منتخب السويس، وقدر يفوز النادي الأهلي بنتيجة 1-0 في دور ال 16، واجه الداخلية وقدر يفوز النادي الأهلي بنتيجة 2-0، وفي دور الثمانية فاز الأهلي على المصري 2-1، وفي نصف النهائي الدور قبل النهائي فاز الأهلي على إنبي بثلاثية. نشوف أيضا مشوار الزمالك في كأس مصر في دور ال 32. الزمالك فاز على نادي بروكسي 3-2، وفي دور ال 16 فاز على فاركو 3-1، وفي دور الثمانية فاز الزمالك على المقاولون العرب 6-1، وفي نصف النهائي النتيجة كانت التعادل الإيجابي 3-3، وقدر يفوز نادي الزمالك بركلات الترجيح. هي دي مواجهات أو مشوار الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر. لكن دايما مع مباريات القمة، في مباريات قمة ما بينسهاش جمهور النادي الأهلي، مباريات كثيرة قدر يفوز فيها النادي الأهلي ودايما وأبدا عالقة مع جمهور النادي الأهلي. ابعتوا لنا النهاردة وقولوا لنا، وهنستعرض كل رأيكم في المباراة اللي ممكن أو ما ينسهاش جمهور النادي الأهلي بالنسبة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك. تعالوا نشوف مع بعض أول تقرير ولقاءات مع الجماهير في قمة لا ينساها جمهور الأهلي.